استاذ علاء حمام. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ عبد الناصر، تحياتي لحضرتك والاستاذ الناقد الرياضي الكبير استاذ عمرو الدرديري والكابتن محمد فاروق والكابتن رضا شحاته. ولعت في الاخر، طمنا دلوقتي يا عم عمرو. يا عم اولا بخصوص المساله دي، الناس النهارده كلها دخلت على موقع الفيفا ما لقيتش الكلام ده. والاستاذ هاني زياده صرح وقال ما فيش الكلام ده وما فيش خصم نقاط من نادي الزمالك. وانا معايا التصريح اهو نصا. هقوله لحضرتك واحده واحده. امال الكلام ده جبتوه من الموقع ازاي يا اعداد؟ استاذ هاني زياده بيقول مفيش خالص مساله ان الزمالك ده تصريح هاني زياده، لكن الخبر نازل على الموقع يا علاء. علاء انا بقول ايوه استاذ. لا خلينا نفرق بس عشان ما نشتتش الناس. الموقع نزل الخبر، هاني زياده بينفي. يعني الموقع نزل مش ما نزلش. لا الموقع نزل خبر عام، مش الزمالك. أيوة خبر عام مجموعه انديه. كل الانديه اللي ما دفعتش طبق كذا نادي بما فيهم الزمالك. تمام. رد هاني زاده ايه بقى يا استاذ عبد الناصر؟ في نقطه. الزمالك عامل تسويه وعامل خطوات مع اللعيبه اللي ليها مستحقات متاخره. ممكن تكون الانديه الثانيه دي مش عامله اي جدوله او واخده اي قرارات او حله مساله المستحقات المتاخره عليه. يعني الزمالك عامل جدوله مع اللعيبه وبيسدد لها، وكان لسه المواد الثاني ده كان موجود في اسبانيا، في سويسرا، ما كملش شهر والتقى باللعيبه دي ودفع لها فلوس من المستحقات بتاعتها. تصريح هاني زياده الزمالك اللي ينطبق على الانديه اللي هي موجوده في الخبر بتاع الفيفا ينطبق على الزمالك. طيب تصريح هاني زياده ايه؟ المواد الثاني زياده بيقول ان الزمالك تواصل مع اللعيبه دي والتقى معاهم مع المحامين بتوعها، وكان موجود المحامي الاجنبي كريسبو، وان الزمالك سددهم جزء من مستحقاتهم، ومفيش خالص اي صحه لمساله ان الزمالك هيتخصم منه 6 نقاط، لان الزمالك في المسائل دي وفي المساله الشائكه دي وفي القضيه دي متفاعل وبيلتقي المحامين وبيلتقي اللعيبه وعلى تواصل مستمر معاهم. طيب يبقى اذا احنا امام خبر جامع على موقع الفيفا. عكن اهو الفيفا دوت كوم فوق، ارجع تاني كده بس عكن حدك دي مصداقيه برنامج. ادي الفيفا دوت كوم يا جماعه، وادي خبر مجمع والزمالك اخر حاجه اللي مكتوب عن الزمالك ده ترجمته الفيفا تخصم 6 نقاط من الزمالك وتمنعه من القيد لفترتين في يناير والصيف القادم وفقا لقرار لجنه الانضباط بالفيفا الى اخره. المسؤول عن الملف الهاني زياده عشان نديله حقه في الرد بيقول اسم الزمالك وسط مجموعه الانديه ربما يكون جاء خطرا، الزمالك مجدول وما عليهوش حاجه لحد وفي تراضي بينه وما بين الجميع. انا وصفت الموضوع صح يا علاء ولا غلط؟ لا هو ما قالش الزمالك معلوش حاجه، قال الزمالك متواصل مع الناس وبيسدد لهم مستحقاتهم، واخر كان في لقاء معاهم من شهر في سويسرا المحامين بتوع اليكسس من دومو ومحامي اجوجو ومحامي الحسن محمد كريم الحسن اللعيب الغاني كريم الحسن إيه؟ كريم الحسن كريم الحسن والتقى اللعيب الغاني كريم الحسن ومحامي بتاعه، وان الزمالك متواصل مع الناس دي وان الزمالك بيسدد لهم الفلوس لما بيكون في مشاكل في الحجز على الارصده او هذه الامور بيبلغهم، ولما بتتفك الارصده بيسدد لهم الفلوس. طيب الكابتن فاروق بيعرف يقرا انجليش؟ لا لا انا هشوف بس. بعد اذنك، ده تصريح مقطاطي يا استاذ علاء اللي قاله هاني زاده، مش اقصد كلامك، اللي قاله هاني زاده تصريح مقطاطي، لا حسم انه سدد ولا نفى ان في عقوبه. بص يا استاذ عبد الناصر، دي فلوس الزمالك عاملها دفعه، عاملها دفعه. يعني مجدول الفلوس مجدول الفلوس يا استاذ عبد الناصر، يعني واحد مثلا ليه مليون دولار متجدول مثلا على 5 نقاط كل قسط مثلا ب 200,000 جنيه. جلسنا في جدال معاك، احنا قدام خبر نزل على الفيفا عايزين تفسيره، لا اما يتقال الخبر غلط ونزلوا الفيفا غلط
واحنا سددنا للناس ويدينا ايصالات السداد عشان نطمن جمهور الزمالك لاما الخبر سليم وفي كل تفاصيله سليم. لا يا استاذ عبد الناصر، هو ممكن يكون الفيفا ما عندوش فكره عن الجدوله. الزمالك طبعا الزمالك بيجدول مع المحامين والفيفا ما عندوش فكره. هتبقى في السكه فاذا كان كده تبقى مشكله. الترجمه اللي موجوده عندك ان هو لحظه يا جماعه هنسمع الخبر من الفيفا. لا هو اللي هو اللي هو 25000 فرنك في سويسري مفروض كانوا يدفعوا في قبل الديدلاين اللي هو المده المحدده وفي نفس الوقت خلال 60 يوم اللي هم خلال 60 يوم اوكي ويبقى في